السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن ألتقيكم مجددا زملائي زميلاتي الكرام في سلسلة All About Porcelain Laminate Veneer. نحكي إن شاء الله في الجزء الرابع عن Shade Selection. نحن كنا حكينا في مبادئ تصميم ابتسامة، بعد هيك انتقلنا وحكينا عن مجموعة من الأمور اللي لازم نحن نعملها في الأبوينتمنت الأولى، قسمناها لعشر خطوات في جلسة التريتمنت بلان، وقلت انه من ضمنها خطوة الشيت سيلكشن. في محاضرة اليوم ان شاء الله نناقش هاي المسألة المهمة جدا في نجاح معالجاتنا بالفينير وحتى بالبروستاتيك ريستوريشن بشكل عام، فخلونا نبدأ. بداية بدي اشير لوسائل التواصل الاجتماعي، سواء من خلال الروابط او من خلال الباركود، لأي استفسار أو تواصل، لكني أتمنى أن تواصلكم أو استفساراتكم تكون عن طريق التعليقات في اليوتيوب إذا أمكن. أيضا بدي أكد على حاجتي لدعمكم لانتشار القناة وتعميم الفائدة من خلال اللايك، من خلال المشاركة والاشتراك. محاضرة اليوم إن شاء الله نحكي فيها عن اللون، ولما نحكي عن اللون فإحنا رؤيتنا للألوان تتحدد بشكل أساسي من خلال الضوء. الضوء بشكل عام الموجود في الطبيعة هو الحقيقة يتمتع بأطوال موجية مختلفة جدا. بالنسبة لنا الضوء المرئي اللي بتقدر العين تميزه اللي هو الفيزيبل لايت بيتراوح بين 400 و700، هذا هو الطيف المرئي اللي ممكن نحن من خلاله نميز الألوان بشكل دقيق. يعني نحن عم نحكي بين 380 وبين 750. طبعا الطيف هذا اللي بتتحسسه العين، بعده بنكون نحن دخلنا بالإنفراريد والميكروويفز، وقبله نحن عم نحكي الأشعة فوق البنفسجية والإكس راي والجاما ريز، فهي إشعاعات ما بتقدر تتحسسها العين. طبعا عشان نحن نقدر نميز أي لون فهذا الأمر بيعتمد على ثلاث عوامل، مثل ما قلنا بيعتمد على طبيعة الضوء، بيعتمد على قدرة الشخص المراقب أو الناظر، وبيعتمد على الخواص الفيزيائية للجسم اللي مراد رؤيته. وهي العوامل الثلاثة الحقيقة هي بتأثر عملية اختيارنا للون. فيما يخص في المكون الأول الضوء، نحن عندنا ثلاث أنواع للضوء. عندنا الضوء الانكانيسنت لايت، الضوء المتوهج اللي هو مثل مصباح الأصفر العادي اللي نحن بنعرفه اللمبة، وعندنا الفلورسنت لايت اللي هو مثل الضوء النيون اللي حتى نحن بنشوفه ضمن في العيادة ممكن يكون موجود. عندنا الضوء الطبيعي اللي هو السن لايت. فهي تقريبا مصادر الضوء اللي نحن متوفرة بين ايدينا في العيادة. طيب نحن عشان نحن نحكم ايش الضوء الافضل، لازم يكون في عنا نوع من المعامل او الكريتيريا اللي تخليني قادر ميز او حدد كم بيقدر الضوء يعطيني اللون الحقيقي للجسم. فمن هون طلع في عنا شيء اسمه CRI او الكالر اندكس ريندرينج. والكالر اندكس ريندرينج الحقيقة هو بيعبر عن الى اي درجة الضوء عم يقدر يعطيني لون الجسم الحقيقي. طبيعة الحال هو بيتأثر بمجموعة من الأمور. وقت اليوم رح نلاحظ أنه مثلا رح يكون عند الصباح أكثر اصفرارا، عند المساء بيكون برتقالي، عند الظهر بيعطيني أكثر ازرقاق بسبب لون السماء. والحقيقة هذا الوقت هو الأنسب لأنه الأزرق هو المتمم للضوء الأصفر أو الأبيض اللي هو لون السن، فبالتالي بيكون عندي قدرة أفضل على التجسيد اللوني أو على الكالر ريندرينج. أيضا تأثر بعوامل تانية مثل الرطوبة، مثل تواجد السحب، مثل التلوث، لأنه بطبيعة الحال هي بتأثر على كمية الضوء اللي عم تنساب لأعيننا. بشكل عام الـ CRI الطبيعي هو 100، والضوء يعتبر اللي نحن عم ناخد من خلاله اللون يعتبر جيد لو كان عم يعطيني CRI بين 80 و90. في حال كان معامل CRI بين 50 و80 فيعتبر غير مناسب. لهيك نحن مثلا الضوء الطبيعي هو قريب جدا للطيف الكامل للضوء الأبيض، فيعتبر ستاندرد، هو قريب من 100. لكن مثلا ضوء المصباح المتوهج او ضوء الفلورسنت الضوء النيون بيعطيني امواج زرقاء، المعامل CRI تبعه 50 ل 80، لذلك يعتبر غير مناسب. فنحن دائما نحاول انه نحن حتى لو كان عندي اي مصدر اضاءه في العياده يكون في عندي اخذ للون تحت مصدر اخر هو الضوء الطبيعي في فتره الظهيره. هذا شيء مفضل للحصول على اللون الحقيقي اللي نحن هو مرادنا. طبعا بعد ما حكينا عن الضوء وقدرته على تجسيد اللون، لازم نحكي عن لون الجسم نفسه. لون الجسم نفسه يتحدد بثلاث مكونات، هي عناصر اللون او مكونات اللون، هي الهيو والساتوريشن والفاليو. بالنسبه للهيو، الهيو بشكل عام
تعني اللون نفسه. ما هو اللون اللي نحن عم نشوفه أمامنا؟ نحن هنميز بين ألوان أساسية مثل اللون الأصفر، مثل اللون الأحمر، مثل اللون الأزرق، وحنلون نميز ألوان ثانوية مثل اللون الأخضر، مثل اللون البربل، مثل الأورنج. وفي عندنا كمان ألوان ثالثية هي مركبة من هاي الألوان مثل اليالو أورنج، مثل الريد أورنج، مثل الريد بربل. تركيبة الألوان الأساسية مع الثانوية تعطيني الألوان التيرتشري أو الثالثية. بعد نحن ما قدرنا نميز شو اللون اللي أمامنا، مثلا نحن أمامنا لون أحمر، هون بيظهر مكون آخر للون هو الساتوريشن، هو كمية الإشباع اللون الأحمر داخل الأوبجكت اللي نحن عم نميز لونه. حنشوف هون الساتوريشن الخفيف كيف الأحمر بيكون فاتح أو أنه يكون أحمر واضح الاحمرار في حال كان تركيز الصبغة الحمراء أو إشباعها داخل الأوبجكت هو في أعلى مستوياته. أما الفاليو فنحن عم نحكي عن كمية الإضاءة والإشراق في هذا اللون، فحنميز 10 درجات للفاليو، تبدأ من الصفر وتعني الأسود ما في أي إضاءة أو إشراق داخل اللون، وتنتهي بـ10 اللي هي المور لايت للسن. فمثل ما أنا شايفين الهاي فاليو نحن عم نحكي مثلا عن 10 سكيل هي بتعطيني اللون الأكثر إشراقا أو بيضاضا، والأكثر قتامة هنا نحن عم نحكي بنكون عن اللو فاليو. مهم نفهم هذا المصطلح عشان لما نقول هاي فاليو لو فاليو نحن نعرف شو عم نعني بالضبط في اللون. العنصر الثالث نحن مثل ما قلنا الآن حكينا عن الضوء، حكينا عن اللون نفسه الأوبجكت. العنصر الثالث هو الشخص اللي يقوم بالرؤية نفسه، وهون نحن عم نحكي عن عملية إدراك اللون. أيضا مهم أنه نحن نعرف هاي العملية. بشكل عام العين البشرية تتكون من رودز وكونز، من عصي ومخاريط، وعملية تحديد اللون بشكل عام الرودز بتكون موجودة في محيط الشبكية والكونز بتتركز في مركزها. ففينا نقول نحن أنه يو ساتوريشن بتميزون الكونز، فهي بتكون حساسيتها في مركز الشبكية، أما الفاليو فهي بتكون عن طريق العصي أو الرودز، فهي اللي بتميز لي الفاليو. طبعا التأثير الرمادي نحن بنسميه بيكون الشبكية المحيطية هو اللي بيكون نشط في الرؤية الليلية. لذلك احنا بنقول انه يفضل اخذ الفاليو لما نقيس، لما بنكون عم بدنا بعد ما حددنا اللون بدنا نحدد الفاليو، يفضل انه نحن ناخذها بعين نصف مغمضه. ايضا من الاشياء اللي لازم نحن نحكي عنها لانه بتساعدنا بترسيخ قواعد اخذ اللون هي الكالر ادابتيشن او المطابقه اللونيه. وهنا بتاكد هي الظاهره او الخاصه البصريه انه العين البشريه مع الوقت ممكن تميز بشكل مختلف عن الرؤيه الاولى. فمن هون مهم جدا ضرورة تساعد أخذ اللون. نحن بكل ما أمعنا النظر بالصورة رح نلاحظ بعض التفاصيل اللي ما شفناها للوهلة الأولى، فمهم جدا تساعد أخذ اللون. وفي حال حصول كلال بصري أو تعب مهم أنه نحن دائما ننظر لمتمم للون اللي بين إيدينا. في كأطباء أسنان نحن عم نتعامل مع الأسنان اللي فينا نعتبرها لونها ينتمي للون الأصفر أو طوائف اللون الأصفر، فهون نحن مهم أن ننظر للمتممة لهذا اللون اللي هو اللون الأزرق أو الرمادي. فيكفي في حال أنه نحن ما عاد قدرنا نميز اللون أو شعرنا بالتعب البصري أنه ننظر لسطح لونه أزرق أو رمادي، هذا يخلينا نستعيد عافية البصرية لحتى نقدر نرجع ناخذ اللون بطريقة صحيحة. أيضا من الخصائص البصرية اللي مهم نحن نتناولها هو ظاهرة الميتاميرزم أو التمسيخ. هاي الظاهرة بتوجب علينا أنه نأخذ دائما اللون بلونين تحت مصدري ضوئين مختلفين، لأنه بتأكد هالظاهرة أنه جسمين ممكن يبدوان بشكل متشابه لونيا تحت مصدر ضوئي معين ممكن يظهروا بشكل مختلف لونيا تحت مصدر ضوئي آخر. فنحن بهمنا أنه لما نأخذ اللون نعطي اللون حقيقي مع لون السن تحت مصادر ضوئية مختلفة، مشان ما يكون في عندي شذوذ في لون التركيبة أو الستوريشن اللي عم نعمله تحت مصادر ضوئية مختلفة ممكن نواجهها بالحياة. بشكل عام الدنتين أو العاج هو اللي بيخفف لي من هالظاهرة. لذلك لما بنشعر أنه لما بناخد اللون تحت مصدرين ضوئيين عم يختلف علي اللون شوي بين الريستوريشن والسن، بين السيراميك والسن،
فبهيك حالة يستحب أنه تزيد سماكة الدنتين أو العاج في الكراون، لأنه بتقل كتير معه هي الظاهرة. خلاصة، من المهم دائما نأخذ اللون تحت مصدرين ضوئيين مختلفين. طيب، بعد ما درسنا الآن هي المكونات الضوء والمكونات اللون وعناصر اللي بتحدد تحديد اللون الثلاثة اللي حكيناها، خلينا نتوصل لقواعد ممكن تكون هي قواعد أخذ اللون. القاعدة الأولى بتقول أنه عملية أخذ اللون لازم تكون عند بداية الموعد، قبل أنه نحن نعمل أي عملية تحضير أو تنظيف تؤدي لتبلمه أو لتجفاف السن أثناء المعالجة، لأنه تجفيف سطح السن ممكن يأثر على الفاليوم، ممكن يأثر على الكروما، بيأثر أيضا على الترانزلونسي شفافية للسن. قاعدة الثانية هي أنه نحن لازم نلمع الأسنان، نشيل أي تصبغات موجودة على الأسنان أو حتى على الأسنان المجاورة. رقم ثلاثة، لازم نحن نغطي المريض في حال كان لابس أي ملابس ببيب لونه رمادي أو أزرق، ونشيل لو كان الميشنت فيميل وحط حمرة شفاه لازم تشيل حمرة الشفاه، أي ميك أب موجود لأنه بيأثر الحقيقة على عملية أخذ اللون. وأيضا نحن بالنسبة للطبيب دائما نحاول أنه يتم ارتداء جلافز به ناتشورال كالر. القاعدة الرابعة هو أنه نحن ضوء الكرسي لازم إطفائه، وبيتم عملية أخذ اللون تحت ضوء سواء المصباح أو سواء الضوء النيون حسب الضوء الموجود في العيادة، وبعد هيك بيتم أخذ اللون مرة تانية تحت النافذة، يعني تحت الضوء الشمس الطبيعي. القاعدة الخامسة هي أنه عملية اختيار اللون بتكون دائما بحيث يكون الأوبجكت أو سن الأسنان المريض على مستوى عين الطبيب وعلى بعد تقريبا 10 ل 14 انش، يعني تقريبا على بعد ذراع من المريض. وايضا انه نحن ناخذ اللون والاسنان تكون مرطبه ما تكون جافه، وايضا نقوم بترطيب الشيت تاب نفسه، يعني الاسنان الشيت جايد نفسها اللي نحن عم ناخذ من خلال اللون. عمليه اخذ اللون بتتم بانه نحن الشيت تاب تنوضع تقريبا على مستوى الحدود القاطعه للأسنان، وأنه نحن نقوم بهذه العملية بشكل سريع، لأنه كل ما أسرعنا في أخذ اللون كل ما كنا أكثر دقة، لأنه مثل ما حكينا خاصية المطابقة البصرية بتؤدي لأنه يتغير قرارنا في أخذ اللون أو حكمنا على الألوان مع الوقت. طبعا نحن لعمل هذا الشيء بشكل سريع بناخذ أقرب لونين بنشوفه للون من خلال الشيد جايد، وبعدين نعمل عملية وراحة للعين ومنطلع على لون متمم مثل الرمادي أو الأزرق، ممكن على البيب نفسه لو حطيناه بهذا اللون لبعدة ثواني، ومن ثم بيتم النظر مرة أخرى على الأسنان ونختار لون من هدول اللونين اللي اخترناهم حيكون هو الأقرب. القاعدة التاسعة، دائما نستخدم أو نأخذ عملية اللون بحيث يكون كرسي المريض يستقبل النافذة، يستقبل ضوء الشمس إذا أمكن. طبعا أنه هذا الأمر، نوعية الضوء اللي عم ناخذ من خلاله اللون تعتبر أهم عامل في عملية أخذ اللون. القاعدة الأخيرة هي أنه ممكن الاستعانة في الممرضة، ممكن الاستعانة بمرافق المريض لحتى كمان نعتمد اللون أكثر وناخذ قرار نهائي لتسجيله كلون نهائي للأسنان. أكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة لعدم الإطالة، إن شاء الله نتابع في المحاضرة القادمة الحديث عن طريقة أخذ اللون من خلال استعراض مجموعة من الشيت جايدز وتطبيق القواعد اللي أخذنا فيها المحاضرة إن شاء الله من خلال المحاضرة القادمة. شكرا لاستماعكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.